كيفاش جاكم هاد المنزل؟ منزل واعر. شوف تقدر تجي لهاد البلاصه وتدخل لهاد المنازل وتشطبهم وتنقيهم وتسكن فيهم وحتى شي واحد ما يقول لك شي حاجه. المسلمين اللي كانوا كيحفروا تحت الجبل كيعدلوا واحد الكهوف باش يتخبعوا من الشتا وتخبعوا من الصمره. يعني المسلمين الخوش حفروا هاد المنازل غير بيدهم. الدور كاملين اللي كتشوفوا معنا كيتواجدوا تحت الجبل. واحد الجبل وكاين واحد البيبان ما عرفناش شنو كاين تحت الارض. اجوا معايا نكتشفوا شنو كاين تحت الارض هنايا. دابا ان شاء الله غندخلوا لهاد المنزل اللي كيتواجد تحت الارض، باقي الاثاث ديال الناس اللي كانوا ساكنين هنايا. ما عرفتش هاد الشيء شحال عنده من عام. السلام عليكم لا فاميلي، كتعاودوا كلشي بخير، الاحوال طيبه. اليوم ما جبتكم واحد البلاصه اللي ما كايناش في اي بلاصه في العالم. هاد البلاصه هي اللي كتشوفوا معنا دابا حاليا، حي الكهوف. الناس ساكنه تحت الارض. هاد البلاصه اللي كتواجد في جنوب اسبانيا في اندلسيه، الاسم ديالها غواديكس، اللي كتواجد في غرناطه. هاد الحي اللي غادي يرجع بينا لواحد الزمن بعيد فين كانوا الناس كيعيشوا غير تحت الجبل. تبعوا معايا وغادي نكتشفوا هاد المنطقه المدهشه. هاد المنزل اللي كتشوفوا معنا مريب، هاد المنزل كيتواجد تحت الجبل. الا كان كيبان لكم اخوتي الجبل راه هويا. المهم ندوزو من هاد البلاصه هذه نشوفوا هاد المنزل هذا هويا الا كان مفتوح نقدروا ندخلوا له. شوفوا شنو كاين هنايا. باغي تمشي لاسبانيا وكتجبر صعوبه باش تلقى الموعد ديالك؟ اليوم جبت لك الحل. الحل هو bshack.com اللي كتعلمك عبر اس ام اس والجيميل مين كيكونوا المواعيد مفتوحه، باش تكون انت اول شخص كيعرف وقتاش كيحلوا المواعيد ديال القنصليه، وباش تضمن بلاصتك قبل ما يتسالوا المواعيد. كتسجل في الموقع bshack.com ومن بعد كتفعل الحساب ديالك، وغادي يبقاو يصيفطوا لك تنبيهات فوريه على المواعيد وقتاش ما تعلن عليهم القنصليه، وقبل ب 24 ساعه، وقبل بساعه المكانه، وقبل الموعد بساعه واحده باش تكون على بال. وهذا الموقع كيتوفر على ثلاثه ديال الباقات، تنبيهات عبر الجيميل ب 200 درهم السنه، تنبيهات عبر اس ام اس ب 350 درهم السنه، وتنبيهات عبر الجيميل واس ام اس ب 500 درهم السنه. وتقدر تستعمل جوج طرق ديال الدفع، كاينه بالبطاقه البنكيه والتحويل البنكي. وبالنسبه ليا ننصحكم بالباقه ديال الجيميل اللي هي ارخص وكافيه، خصك ترد البال مع الجيميل ديالك. الموقع راه مجرب وموثق، ما تنساوش تسجلوا فيه باش تكونوا ديما في المواعيد، باش تتفاداو هذاك الضغط اللي كيكون على المواعيد في القنصليه. كيف ما شفتوا الخوت، يلاه تسجلتوا في هذا الحساب ديالي والقنصليه ديال كازا، يلا صيفطوا لي ميساج نهار 6 ديال اكتوبر 2024 مع 10 ديال الصباح، عندي واحد الموعد، ما تنساوش تصبروا الموعد ديالكم. المهم الا كان كيبان لكم اخوتي شي واحد اخوتي شرا هذا المنزل تحت الجبل، وكيف ما كتشوفوا قال شي واحد كيعدلو، شي واحد عاد كيبنيه، عاد كيعاود يعمل له الريفورما. المهم كيما كتشوفوا اخوتي الباب مسدوده ما نقدروش ندخلو، ما كرهناش ندخلو، لا قدرنا ندخلو. يلا الله مولانا. المهم كيف ما عارفين اخوتي واخا ممنوع يعني الدار ديال مواليها وغادي ندخلوا لها. انا حليت الباب. بسم الله بسم الله. المهم اخوتي كيف ما كتشوفوا، شوف اخوتي دابا كنتواجدوا تحت الجبل. ها انتم الاخوان، هذا الشيء كامل الاخوان محفور تحت الجبل. شوف شوف علامه الاخوان. شوف المهم كاين واحد الطريق من هنايا كيف ما كتشوفوا هنا معنا، كيف ما كتشوفوا البني جديد يعني كيعدلوه كيصحوه من الداخل. كيفاش جاكم المنظر؟ منظر جميل، منظر واعر. شوف اخوتي دابا كنتواجدوا تحت الجبل، والمسلمين هما اللي حفروا هذا الشيء، هما اللي عدلوا هذه المنازل تحت الارض من بعد سنين وقرون. المهم الصراحه الدنيا بارده، هذا المنزل 100% راه شي واحد وكيعدلوا كيف ما شفتوا معنا. كيف ما شفتوا الباب كانت مسدوده، هكاك فتحناها ودخلنا باش نوريكم المناظر الجميله ونوريكم شي حاجه مدهشه، نوريكم الاثارات العربيه القديمه اللي كتواجدنا في اسبانيا. يلا دابا نخرجوا الاخوان، نخرجوا من هذا المنزل، راح ندخلنا واخا ممنوع. غنطلع من هاد البلاصة باش تشوفوا الدور من الفوق. هذا هو المنزل اخوتي اللي دخلت له دابا، شوف عنده تشيمينية. دابا انا كنتواجد فوق المنزل اللي دخلت له دابا. شوف المنازل كاملة تحت الجبل. شوف 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 واحد المنظر جميل، واحد المنظر مدهش. دابا حاليا كنتواجد فوق واحد المنزل واحد اخر ديال مواليه، الناس راه ساكنة هنا الاخوان. شوف الخوت الناس راه ساكنة هنايا، كيف ما كتشوف اخوتي التشيمينيات وداكشي ديال الكوزينة وديال العافية. كاين هنايا بزاف ديال المنازل كيبانوا هذوك القبعات ديالهم، غادي نطلعوا من هنايا باش تشوفوا. غنطلعوا من اعوذ بالله الشيطان الرجيم. خلعني اخوتي واحد الكلب، كاين شي كلاب حاضين هذا المنزل هذا. المهم غندوزو من هنايا. دابا اخوتي حاليا كنتواجد فوق واحد الدار
الا كانت تبان لكم اخوتي هذا الجبل كامل اللي كتشوفوا معنا الناس ساكنه تحت منه. هنايا جبرنا واحد المكان واحد البلاصه اللي زوينه واحد البلاصه اللي واعره اللي جات في قمه الجبل. من هنا يا اخوتي كتقدر تشوف البوبلو كامل، تقدر تشوف هذه القريه كامله من هنايا. شوف الاخوان كتطلع من هذا الدروج كتبان لك اخوتي القريه كامله. كاين هنا واحد الكرسي الاسم ديال القريه غواديكس. بغيتي تجلس هنايا باش تصور مع الجبل وتصور مع المناظر الجميله ضروري خصكم تجيو تزوروا هذه البلاصه، وانا متاكد غادي تعجبكم 100%. هاد الكهوف تحت الجبل بداو في عهد المسلمين. المسلمين اللي كانوا كيحفروا تحت الجبل كيعدلوا واحد الكهوف باش يتخبعوا من الشتاء ويتخبعوا من الصمره. من بعد المسلمين ميعدلوا هذه الكهوف، هذا المكان ولا مكان اثري ولا مكان معماري ولا مشهور هنايا في اندلسيه. تجي كويباس دي خوسي، كويباس دي خوسي يعني واحد المنظر اللي جميل. هاد السيد طلبت منه يخليني ندخل للدار ديالو باش نصور الاثارات اللي خلاو المسلمين في هذه المدينه الجميله، وقال لي هانيه ما كاين حتى شي مشكل، يلا دخلوا معايا باش تمتعوا لهاد الدار اللي مبنيه تحت الجبل. دابا انا كنتواجد تحت الجبل اخوتي، شوفوا الدار كيفاش دايره من الداخل، نقيه ومبرده ومتوله، والكوادروس واللعيبات والتوشيات قدام. هاد السيد باقي محتفظ بالاثارات ديال المسلمين. نزيدو ندخلوا نشوفوا اشنو كاين. يا سلام، الصراحه الدار متوله كيف ما كتشوفوا الخوت، الرواقات متولين وواعرين. كيف ما كتشوفوا كاين واحد التلفازه اللي قديمه لهاد السيد باقي محتفظ بالتلفزيون ديال السبعينات. كاينه تلفازه اخرى هنا ديال التسعينات كيف ما كتشوفوا، وهنا عنده واحد صندوق العجب اللي هو قديم اللي كانوا كيخبعوا فيه الفلوس والذهب، وكيف ما كتشوفوا الكمام طروزه غير باليد. هنا عنده واحد البيت واحد اخر، نشوفوا شنو كاين. حتى هاد البيت عنده متول يا البنات والصابانه ديال الكروشي. وهنا كاينه واحد الصالون اللي كبير ومتسع اللي خوسي كيدوز فيه الاغلبيه ديال الاوقات ديالو. يعني هاد المنازل من بعد ما بناهم المسلمين غير حفروهم، يعني المسلمين الخوش حفروا هاد المنازل غير بيدهم بلا ماتريال حتى شي حاجه. ومن بعد اخوتي هادشي ولا مودرنو، يعني عدلوه من الداخل كيف ما كتشوفوا، رجعوهم منازل اثريه ولاو كيسكنوا فيهم الناس ورجعوهم صالحين للسكن. يعني شحال هادي المسلمين كانوا كيتخبعوا هنايا. هنايا عندنا واحد الكوزينه ديال الخوسي الاخوان كيف ما كتشوفوا. هنا عنده الميكرووندا، هنا عنده الثلاجة. في هذا المنزل اللي منزل اثري ومنزل واعر، تصوروا معايا اخوتي شوف المسلمين شنو خلاو هنا في اسبانيا. هنا عنده الميسا كما كتشوفوا، هنا عنده تلفازة مودرنا اللي كنكتبها لكم، تلفازة مودرنا، ولكن التلفازة ديال الظهر باقا هنايا. هي عنده الطوالت اللي كتشوفوا الطوالت هنايا والدوشة ديالو. شوفوا اخوتي الدوشة تاهي معدلة بواحد المنظر زوين، واحد المنظر جميل. شوفوا اخوتي بداك الجليج قديم. كيفاش جاتكم اخوتي الدار ديال خوسي؟ الدار ديال خوسي واعره الصراحه، واعره تحت الارض كيف ما شفتوا معنا. المسلمين خلاو الطابع ديالهم. المدينه ديال غواديس اللي فيها اكثر من 2000 كهف، و2000 كهف تقريبا كامله مسكونه. الا جيتي لهنايا انت وولادك وانت والعائله ديالك غادي يعجبك الحال، وغتمتع بالمناظر الجميله، وغتلقط واحد الصور اللي واعره اللي غتبقى تاريخ وغتبقى ذكرى. هاد البلاصه اللي قالوا لي الناس يعني كانت واحد الاوتيل يعني سدوه يعني مجدود بالقفل. شوف الاخوان هذا يعني اوتيل كيف ما كتشوفوا معنا، سدينه بالقفل ما نقدروش ندخلوه. يعني هذا الاوتيل الخوت كيتواجد تحت الجبل. غادي نرجعوا اللور، رجعوا اللور. شوفوا كيف ما كتشوفوا اخوتي كاينه شي كهوف اخوتي يعني مهجورا. اللي بغى يجي لهنايا يعيش في شي كهف يقلب، راه يقدر يجبر شي كهف هنايا، ولا ما جبرتيش يحفر شي كهف في راسك. هنا كاينه واحد الكهف تحت الجبل. هاد الكهف هذا مسدود كيف ما كتشوفوا. قيل هاد البلاصه هذا شي واحد فرعه، يمكن وقيله كان شي واحد ساكن هنايا وجراو عليه ولا ما نعرف وسدوا هاد البلاصه. المهم اخوتي كاينه واحد الدار هنا تحت الجبل، واحد الدار اللي مسدوده بالحديد ومسدوده بالسيما 100% اخوتي. هذا هي ديال شي واحد ما ساكنش هنايا، ساكن في المدينه وسدها باش ما يدخل حتى شي واحد. كيف ما كتشوفوا اخوتي الجبل، هذا المنزل هذا هو حتى هو كيتواجد تحت الجبل. واخا كتشوفوا اخوتي هذا البني، يعني هذا البني راه جديد. واخا تشوفوا اخوتي الدور كاملين تشوفوهم بحال هكايا، الدور كاملين كيتواجدوا تحت الجبل. المهم خليكم معايا دابا غنطلعوا لهذا الجبل غنتمشاو فوق الديور، وغنوريكم واحد البلاصه اللي شفتها من البعيد بانت لي زوينه، واحد البلاصه اللي دايرينها واقيله فين يعني الا بغيتي تجي تجلس انت ووليدات ديالك وتشم الهواء النقي وتقدر تشوف المدينه كامله من هذه البلاصه. يعني هذه البلاصه اللي عاليه كاينه واحد الدار هنايا واحده اخرى هي كتبان لي وقيله مسدوده عند باب الحديد وباب اللوح كما كتشوفوا ما نقدروش ندخلوا له. شوف العبقريه وشوف الافكار اللي عند المسلمين. اما المسلمين ديال دابا ولا غير الحسد وشي حاضيشي. سرد معاكيز الا بغيتي تجي لهنايا انت وشي واحد، انت والاصدقاء ديالك، انت والمراه ديالك، كتجلسنا في كرسي ما عرفتش شنو كاين هنايا. هنا كاين واحد المنزل عاوتاني تحت الارض. هلا ما كاين حتى واحد.
من هاد البلاصه كيبانوا الديور كاملين تحت الجبل، باينين واحد التوشيات بحال الكراسه هنايا فين الناس يجلسوا. هذاك الشيء كما كتشوفوا معنا واحد المنظر جميل كيبان من هنايا، كما كتشوفوا كاينه بحال الكراسه. الا بغى بنادم يجي لهنا يدوز النهار ديالو زوين هو الاصدقاء ديالو، يجيبوا في يدهم مشروبات، يجيبوا الماء، يجيبوا الزرع، ويتمتعوا بهذه المنظر الجميله. كما كتشوفوا الدنيا موسعه. الا جيتوا لكواديكس البريو ديال شكويباس انا متاكد ما غاديش يتندموا. دابا حاليا كنتواجدوا في السنتر ديال هذا الحي، كما كتشوفوا معنا هنا كاينه واحد الخريطه، كاين هنا الاسم ديال المدينه كويباس دي كواديكس. هنا باش تعرف راسك فيا ولا بغيتي تسرى بزاف ديال البلايص وبزاف ديال الاماكن. واو منظر جميل، شوف اخوت شوف الجبل. كاينه واحد الدار هنايا كما كتشوفوا معنا ساكن فيها شي واحد، هاد البلاصه ديما ساكن فيها حتى شي واحد كما كتشوفوا كتبقى مخربه. غندخلوا لها على الله غنشوفوا شنو كاين هنايا. المهم كاينه واحد الباب هنايا كتبان مسدوده. المهم كاين هنا واحد الباب هنايا، ولكن هاد الباب هذايا ما كدير حتى شي بلاصه. هاد الباب هذا الحد ديالها هنايا كما كتشوفوا معنا، هذا الحد ديالها. المهم اخوتي هاد السيد طلبنا منه يدخلنا للدار ديالو وقال لي مرحبا ما كاينش شي مشكل. كما كتشوفوا دابا يدخلنا للدار ديالو. الدور كاملين اللي كتشوفوا معنا كيتواجدوا تحت الجبل. غنشوفوا اخوتي المسلمين شنو يبناو لداخل. نو ترانكيلو نو باسانا نو باسانا ترانكيلو. المنزل 57 دابا ان شاء الله غندخلوا لهاد المنزل اللي كيتواجد تحت الارض. شوف اخوتي شوف بونو يوسف يابلون عربي واخا واخا صحابي. السلام عليكم. السلام عليكم. todo bien bien lo que pasa que la cueva está muy pequeña sí entonces el frigorífico está un poco ahí tal sabes una cueva pequeña pero es la cueva tradicional de esta zona. المهم اخوتي كيف ما كتشوفوا يعني الدار ديالو صغيره بزاف وكتواجد تحت الجبل. كيف ما كتشوفوا اخوتي هنايا عنده الصالون، كاينه ولادو هنايا جالسين. المهم عايد دخلنا للبيت كيف ما كتشوفوا. هذا بيت صغير هنا فين كيسكنوا ولادو. يعني está muy guapo de verdad. Son 18 grados todo el año, tanto en invierno como en calor, o sea, como en verano. Entonces, en invierno hace 18 grados, con lo cual se está a gusto dentro de la cueva, y en verano se está fresquito, porque son 18 grados. Se mantiene por naturalmente en esa temperatura. في الصيف ما كاينش الحراره وفي الشتاء ما كاينش البرد. ما شفتش اخوتي هنا واحد البيت اللي زوين فيه جوج الكامات، في كيناسوا الوليدات ديال هذا السيد. الكوارتو هانيو كي بيكينيتو. المهم. المهم هنايا عنده الدوتشا. كيف ما كتشوفوا اخوتي الدوتشا هنايا، هنايا عنده فين لابا مانوس. القران بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن، وقيل اخوتي مكتوب هنايا بالعربيه كيف ما كتشوفوا. وستيا اون سبالابرا دي بروفيتا. دي بروفيتا سي القران. سي كيف ما كتشوفوا هنا عنده واحد ديكوراسيون، واحد ديكوراسيون واعره. الطربوش مغربي كيف ما كتشوفوا مراكشي، طربوش مغربي ديال مراكش. كما كتشوفوا الشاشيه استوسيا ما شاشيه. تامبيان الشاشيه ديال المغرب اخوتي. اللعيبه اللي كتشوفوا حتى هي اخوتي ديال العرب، يعني وقيل هذه اللي كيحطوا في البوطه ولا الشوايه على ما اظن. كاين بزاف الحاجات ديال العرب. هاد اللعيبه فين كيحطوا السكر اللي كتشوفوا معنا، فين كيحطوا السكر والملحه. هذا المنزل اخوتي باقي محتفظ على الاثارات المغربيه والاثارات المسلمين. بصراحه الخوت كنشكروا السيد بزاف، عرض علينا ورحب بينا وخلانا نصوروا لداخل. الصراحه ما عندي ما نقول، صراحه الدار صغيره ومجموعه المغاربه والعرب خلاو الطابع ديالهم هنا في اندلسيه. شكرا شكرا. كنت من هذه البلاصه وبان لي هذا الجبل وبانوا لي واحد البيبان واحد الغيران، يعني كاينه شي حاجه تحت الارض غادي نكتشفوها مع بعضياتنا. كما كتشوفوا معنا اخوتي واحد الجبل وكاينه واحد البيبان ما عرفناش شنو كاينه تحت الارض. اجوا معايا نكتشفوا شنو كاينه تحت الارض هنايا ونشوفوا المسلمين قبل ما يخو اسبانيا شنو خلاو هنايا وشنو بناو هنايا. كنتواجدوا دابا تحت الجبل الخوت. الدار باقا كيف ما هي، كيف ما بنوها المسلمين، باقا الاثاث ديال الناس اللي كانوا ساكنين هنايا. ما عرفتش هادشي شحال عنده من عام. كما كتشوفوا هنا الميسه الكوتشاره، شوفوا اخوتي الكوتشاره ديال الحديد، الكوتشاره ديال الحديد هذه مرة ديالاش. شوفوا الاخوان هنا كاين واحد الكوتشيات ديال الحسانه، هنا كاين واحد الشرجم اللي كان كيبان لكم، كاين واحد الشرجم. شوفوا اخوتي الجبل كيفاش محفور، الجبل محفور غير بالمقدي والمطرقه. صراحه المسلمين اللي بنوا هذا الشيء هاسلامي ليهم، يعني باش تبني هذا الشيء غير بالمطرقه والمقدي وغير بيدك بلا ماتريال بلا امكانيات راه ماشي سهله. هنا فين كيشعلوا العافيه فوق الشتاء وداك الشيء، ومن هنا كيخرج الدخان، من هنا كيخرج الدخان اخوت اللي كتبان لكم. هذا هما التشيمينيات. الصالون، الصالون باقي كيف ما هو. هنا كاين واحد البيت واحد اخر فيه الحوايج، هنا كاين واحد الصاله واحده اخرى.
وشوف شوف 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 كاين واحد الكلب ميت اخوتي هنايا، لكن كيبان لكم هذا 100% اخوتي شي كلب، شي كلب وقيلا ربطوه هنايا ومات. وهذا واحد الكلب صغير عاوتاني ميت. هاد اللوح اللي كتشوفوا معنا اخوتي ديال الداز، فين كانوا كيعدلوا المناط وكيعدلوا الرواقات وداكشي ديال الصوف، داكشي ديال الخيط فين كانوا كيعدلوا المناطي، يعني هذه ماكينه اللي كتعدل المنطات التقليديه. المهم اخوتي غنخرجوا من هاد الدار غنشوفوا ندخلوا شي دار واحده اخرى، كاينه بزاف ديال الديور اخوتي هنايا. ها واحد الوحده هنايا ورا وحده رافاين ومزوده بالقفل. الناس اللي سكنوا هنا اخر مره خلاو الحوايج ديالهم، خلاو الاتات ديالهم، خلاو الماتريال ديالهم كامل هنايا وخو هاد البلاصه. ندخلوا من هنايا، كاينه واحد الدخله من هنايا. واو واحد البروده الخوت. شوفوا معايا اخوتي هذا الباول، هذا الباول هذا قديم اخوتي، على الله يكون فيه شي كنز. يلا طلبوا معايا طلبوا معايا طلبوا معايا يكون شي كنز هنايا. واو واو دوماج، ماكينه كنز ماكينه والو. شوفوا اخوتي هذا الباول شحال قديم. هذه هي كخفورتي ديال الناس قدام، في كانوا كيخبوا الماتريال ديالهم، الاوراق، كانوا كيخبوا الذهب ديالهم، كانوا كيخبوا النقره. نزيدو ندخلوا لداخل نشوفوا شنو كاين. شوف اخوتي هنا كاين واحد الصالون، هنا كاين واحد الكاما، يعني الناس اخوتي مشاو بحالهم وخلاو هادشي كيف ما هو. شوف اخوتي واحد الكاما اللي قديمه بزاف، شوف شوف واو. ها واحد الكلب اخوتي واحد اخر هنا ميت كما كيبان لكم، هنا واحد الكلب واحد اخر. ما عرفتش اخوتي هاد الكلاب هادو هما واش دخلوا لهنايا وماتوا بوحدهم ولا شي واحد ربطهم هنايا. شوف اخوتي الكاما شحال يكون عندها من عام وباقا كيف ما هي. المهم اخوتي غنخرج من هاد البلاصه، مربطكم مسكونه تبقى عندنا شي حاجه. كيفاش جاكم هاد المنزل؟ منزل واعر. شوف تقدر تجي لهاد البلاصة وتدخل لهاد المنازل وتشطبهم وتنقيهم وتسكن فيهم وتا شي واحد ما يقول لك شي حاجة. 100% ما عندهمش موليهم، كون عندهم موليهم كانوا عاد يسدوهم بالحديد وكانوا عاد يديروا لهم الارما باش ما يدخل لهم حتى شي واحد. إلا بغيتوا تجيو لهاد المدينة هنا في غرناطة وتدخل شي بلاصة بحال هذا وتنقيها وتعدلها وتولها وتصبغها من الداخل وتلبسها وتجي تسكن فيها وتا شي واحد ما يقول لك شي حاجة، يعني الناس ديال هاد المدينة فهم يفرحوا بزاف ويتعاونوا معاك. البوبلو راه فيه ما يتشاف وفيه ما يدار، يعني اللي بغى يجي يسكن هنايا، اللي بغى يجي يسكن فابور هنا في اسبانيا، منازل تحت الارض، منازل مهجورة، منازل تحت الجبال. شوفوا المسلمين شنو خلاو في غرناطة.